ويلكم يوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اي بي جيمينج. فيديو النهاردة فيديو ناس كتير قوي بدأت تعمل عليه ردة فعل وناس، والفيديو ده يعني اتشهر بطريقة غريبة شوية، وانا بصراحة ما كنتش يعني بقول ايه ده، هو ليه الفيديو ده اتشهر؟ ايه سر فيديو يعني ليه الشهرة يعني للواد ده او للشخص ده بالذات؟ واحد اسمه اللاعب الصيني في لعبة ببجي، طلع بيلعب بالموبايل، محترف جدا، ناس كتير قوي بتقول اللي هو محترف، فانا مش لاقي صراحة يعني مقاطعه كلها نص ساعة، يعني انا مش لاقي اصلا مقطع اقل من كده، فانا هحاول انا هحاول اعمل على نص الفيديو ردة فعل، لان الفيديو بصراحة كبير، نص ساعة كتير صراحة، فحاول ان اعمل ردة فعل على الفيديو، احاول اخلي الفيديو رينج 10 دقايق. يلا عشان نشوف الفيديو مع بعض، بس قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف لعب اللاعب الصيني. طبعا ده فيديو تالي، فيديو جديد للاعب الصيني. تمام، وقفل المايك، هو بيلعب لوحده، بيلعب سولو ضد سكواد، يعني بيلعب لوحده، نزل لوحده ضد الناس كلها. تمام، بيلعبها طبعا من موبايل. الناس مبهورة بالشخص ده، جامد، تقعد تقول اللي هو لعيب قوي، وانا صراحة ما شفتش غير فيديو واحد. اول واحد، تاني، يا الله، هو بيوقع الناس بس ما بيضربش، ما بيموتهمش. اتنين، يا الله، هو بيموت، بيوقع بس. في ناس، فين بيتكلم اهو، شوف تحركات ايده في الموبايل ازاي. انا اوبا، فوق، هو بيدور على طلق، هو دلوقتي بيدور على طلق عشان هو مش معاه اي حاجة. خلي بالك، الله عليك يا ولد، سلام. هو دايما مستخدم، واضح اللي هو دايما الشخص ده اللاعب الصيني يا جماعه بيستخدم دايما الام 416، اللاعب اللي هو الشخص ده، يعني مش بتكلم عن اللاعب الصيني عامه، بس من الواضح اللي هو مش عايز يسيب الام 416 خالص، يعني واضح اللي هو يعني مثلا بيلعب بيه او بيحب يلعب بيه او متميز فيه. يا ولد، الله عاش، لقيت الناس كتير قوي بتتكلم على لعب الشخص ده بالذات، وكتير قوي يعني اللي هو اللاعب الصيني ده احرف لاعب في ببجي، والناس كلها يعني مطورين اللعبه مش مصدقين ازاي ده كده. فانا صراحه مش عارف يعني، قلت مين الشخص ده، او يعني ايه الميزه اللي في الشخص ده بتميزه عن باقي الناس اللي بتلعب. يعني انا بالنسبه لي بصراحه التحكم في الموبايلات بيبقى صعب جدا. في اتنين فوق، بالنسبة للموبايلات التحكم فيها صعب قوي، في اي شخص بلاقيه، ايوه ولد، اي شخص بلاقيه يعني انا ما بعرفش العب بالموبايل. يا ولد، يا سلام، ايه ده، يا سلام، يا الله، شوف، ايوه، لا طلق الام 416. هنشوف ابداع، هنشوف دلوقتي ابداع. يعني انا الصراحة شايف، انا كنت شايف الاول حاسس اللي هو عادي بيجري ومش لاقي حاجة يعمل، لكن بصراحة يعني انا شايف اللي ده اللي بيميز اللاعب الصيني تحركات ايديه السريعة، واللي هو يقدر يعمل كده اكنه بيلعب على البي سي وبطريقة قوية كمان. هو معاه ام 416 ومعاه اتنين سلاحين ام 416. بص، ما بيثبتش يعني الشخص ده، بحس اللي هو ما بيثبتش خالص، ما عرفش ليه، في ايه،
كل ما بيجي مثلا يلعب او بصوا ما ينفعش يسيب كده، لا ممكن بيريح ايده شوية، لكن ما بي يعني بيقعد مثلا، هو حتى بيشرب مثلا اللي هو العلاج، بيقعد يقعد ينزل ويطلع وبيتمشى كتير، وما بيحبش يسيب ايده عشان لو سابه ممكن ما يعرفش يتحكم ممكن تاني، ما اعرفش بقى، بس هو ما بيحبش يفضل واقف، بيحب يفضل على طول يقعد يمشي ويروح ويجي. يا ولد هتيجي؟ يا سلام، ايه ده؟ عاش 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 عاش. هو خد باله في حد فوق، هي في واحد اهو، في واحد اهو ضربه. بص احسن حاجة اللي هو بيضرب ويسيب. لا لا، راح يضربه، راح يضربه في احيانا ساعات. اوه في ناس كتير اوي في البيت ده، احيانا بيضرب ويسيب الشخص براحته عشان لو ليه اي صاحب يجي يلحقه هو بقى يقوم ضربه. ليه برضك استراتيجية اللعب الصين. اوه ملحقش يا ولد. اوه في واحد اهو، هو بيفكر يجيبه منين. نزله نزله نزله، مستحركاته والله روعة جدا جدا جدا. انا صراحة معجب اكتر يعني هو لعبه حلو، لكن انا معجب بتحركاته. طبعا تحركات الشخص هي دي اللي بتدل على اللي هو لعيب ولا لا، يعني هو لعيب ولا لا. كان نفسي يكون الفيديو ده من غير مونتاج، يعني اللي هو انا احط واعمل ردة فعل عليه على طول، لكن مشكلة لما عندوش مقاطع صغيرة، يعني انا قاعد بدور عن مقاطع لقيت كله نص ساعة ساعة، مش عارف لقيت ارقام غريبة وكبيرة قوي بزيادة. فانا للأسف همنتج، هحط شوية مونتاج في الفيديو اللي هو ابدأ، يعني اللي هو هشيل منه شوية حاجات، لكن احنا في الاول في الاخر احنا برضك بنشوف لعبة. ايوه في واحد اهو، في واحد اهو اهو اهو. يا ولد عاش، في واحد باين اهو اهو. تاني سلام، في كتير قوي. ايه ده؟ هو ايده وجعته، التحرك في الموبايل بتبقى صعب اوي صراحة. اوه يا ولد، انا بالنسبة لي البي سي بيبقى اسهل بكتير. اوبا، انا بالنسبة لي البي سي بيبقى اسهل بكتير يعني في اللعب، لكن ده ممكن بالنسبة له هو يقدر يجيب كلات اكتر او ياخد رينك مركز يعني عالي لما يلعب بالموبايل. وان شاء الله يعني انا هجرب، هعمل كده فيديو وانا بلعب على الموبايل واشوف اللعب عامل ازاي. بس انا شايف اللي هو اللعب، يعني انا مش هقعد اقول زي اي حد اللي هو زي مثلا الناس كلها بتقول اللي لا ده اللاعب الصيني ده لعيب اوي اوي اوي، لا في ناس تانية عربيين لعيبة جدا حلو اوي وبيعملوا شغل عالي اوي في الجيم، وبيبقى متعاونين مع فريقهم او حتى لوحدهم بس برضك، وبيموتوا كل كتير يعني بيبقى في كل كتير معاهم، ويبقوا لعيبة مش شرط يكونوا مثلا من بلاد برا او كده. لكن انا ان شاء الله هعمل برضك مقطع وانا بلعب اللعبة على الموبايل وهشوف. بصراحة اول مرة العب ببجي على الموبايل بصراحة، يعني انا بصراحة شايف اللي هو بيكسب اللي هو ايه يعني التحركات السريعة. هو بصراحة دي التحدي ده صعب، اللي انت هو موت واحد موت واحد، هو عنده استراتيجية اللي هو يوقع وما يموتش، اللي لو الشخص اللي وقع ده ليه تيم او معاه ناس يعني اصحابه او معاه ناس صحابه ده هيجوله. 17 كل لحد دلوقتي، 17 كل بوز بيزاولهم، يعني بيحدف قنبلة مسيل الدموع في حتة او لا لا او لقط واحد بيهدف في حتة وهنا، وهو يقوم جاي مثلا من هنا عشان الناس تبص هنا عشان يعرف يلود دي. معاه سلاح الدروب اللي موته، لقى معاه سلاح الدروب، بنشوف هيستعمله ازاي. طب عمره حتى اوه نرسوك هاي فيلا.
اوه شوف شوف، ده واحد ده ولا كام واحد؟ شوف شوف التحركات، حاجة صراحة خرافية. انا شايف اللي انا صراحة بتعلم منه، يعني بحاول ان انا العب لعب ببجي على الكمبيوتر على الموبايل، بس انا بعشقها كمبيوتر صراحة. يعني اللعبة اللي زي دي بحبها كمبيوتر. المشكلة انا مش فاهم منه حاجة، مفيش ترجمة يا جماعة. عايزين ترجمة للراجل ده، اللاعب الصيني، عايزين ترجمة ليه؟ هادي هقتل بشوية كلام انا مش فاهمه اصلا. يا جماعة باقي 12، باقي 12 في الجزيرة. اوبا اوبا اوبا، لا واحد قريب منه وقعه. انا بصراحة مش مستمتع باللعب بتاعه قوي، حاسس ان اللعب على الهادي برضك. انا شايف صراحة ان بيكاتشو هو الافضل لحد الان، انا شايف صراحة. ولو انتوا حابين ان انا اعمل على فيديوهات زي كده كتير في سلسلة الجيمينج، قولوا لي في الكومنتات مين الاشخاص اللي عايزين اعمل عليهم ردة فعل، وان شاء الله نعمل فيديو في اقرب وقت. باقي تلاتة، باقي تلاتة، هو كده باقي تلاتة وهو الرابع. بس بيفكر يطلع. هو اللي هي المشكلة في اللي هو سولو ضد سكواد، اللي يعني بيبقى كبير كتير قوي. يعني انت لوحدك وهي بتبقى صعبة صراحة، اللي انت تبقى لوحدك ضد الناس دي كلها وتحاول اللي انت كمان تطلع الاول، فدي في حد ذاتها تحدي صعب، يعني مش اي حد برضك صح يعمله. الناحية التانية واحد اهو، الله، يلا يلا يلا، باقي واحد اللي هناك. اوه اوه بقى واحد وهيكون موت 25 كيلو وطلع الاول. اوه اضرب، مش عايز يموت بالسهولة ده ولا ايه؟ الزونة هتتضايق عليه، الزونة هتتضايق عليه وهتلاقي هيخرج غصب عنه اهو. اضرب، عاش. هي المشكلة في الشخص ده اللي هو اللاعب الصيني، بينزل فيديوهاته من غير مونتاج، ودي مشكلة كبيرة. اللي هو الفيديو بيقعد يلعب وما بيقطعش مثلا الحتة المهمة او الحتة اللي هو بيضرب فيها او فيها الضرب، هي دي مشكلة اللاعب الصيني لما بيجي بيصور فيديوهات. لكن صراحة انا شايف اللي هو لعيب ومحترف بسبب طبعا تحركاته. لكن برضك في ناس عربيين تانيين بيلعبوا احسن او بيلعبوا في نفس المستوى بتاع اللاعب الصيني، بس صراحة انا شايف اللي لاعب الصيني يعني بنسبة 80% حريف او 90%، وفي ناس عرب في نفس المستوى برضك، او ممكن تقولوا تزودوا من 5% بقى 95%. فبس كده المقطع خلص. لو حابين ان احنا نعرض مثلا اي اشخاص تانية حريفة في ببجي او حريفة في فورتنايت، فياريت تكتبوا تحت في الكومنتات وتقولوا لي اسم الاشخاص اللي اعمل عليهم ردة فعل، وان شاء الله في اقرب وقت هتلاقوا فيديو عن الاشخاص اللي انتوا بتتكلموا عليهم. فبس كده، لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عشان نبدا ننزل ان شاء الله كل فتره، مش كل فتره لا، ده كل يوم ان شاء الله هتلاقوا فيديو على القناه. فبس كده، كان معكم اي بي فيديو، استنونا في الفيديوهات الجيمنج الجايه، والسلام.